أن المحلات مغلقة مغلقة باستثناء محلات بيع المواد الغذائية والصيادلة، الناس ما كانش حركة بزاف في الشارع، لكن في الأحياء الشعبية مازال الناس تتجمع أمام مداخل العمارات، مازال الناس تخلي أولادها يعني يهبطوا يلعبوا، يعطوا لهم بال ويهبطوا يلعبوا. يعني واش راكم تنتظروا أن أولادكم واش راح يجيبوا لكم؟ يعني راح يجيبوا لكم المرض. مازال ما دخلتش في راسها فكرة أنه هذا الحجر المنزلي ما راهوش شيء، راهو لعب ولا راهو مزحة. قال لك فترة رانا احنا نحوسوا فيها انه يكون اقل الاضرار. الارقام راهي تزيد كل يوم، ما نخبوش على بعضنا، وحنا كمؤسسه اعلاميه ما راناش نعطوكم ارقام خاطئه. كل هذا الشيء لو وزاره الصحه يعني. راهي تمدهم منا، وحنا رانا نحاولوا ننقلوا الشيء اللي راهو مش مليح راهو يصرف في البلاد ديالنا. اقعدوا في دياركم، حنا رانا نتنقلوا، والله صدقوني انه رانا نتنقلوا غير للعمل فقط. تشوفونا في التلفزيون يعني نجوكم بالضحكه ونجوكم كذا انه نرفعوا عليكم، ولكن انتم اقعدوا كل خطره نعاودوا ونوهوا اقعدوا في دياركم. الجزائري ما حبش يفهم هذه الفكره انه لازم تقعد في البيت ضروره، هذا مفروض عليك وليس انه ما راناش مخيرين. رانا في مرحله جد خطيره، الارقام راهي تزيد يوم عن يوم يا ناس. والله انا نذكر ان وزير الصحه اليوم صباحا قال بانه احنا رحنا الان الى المرحله الثالثه ستاب تروا، يعني الامر الان نقدروا يعني في كل لحظه يمكن فرض حاله الطوارئ ومنع التجوال في الخارج. اكيد لانه ما دام انه التوعيه ما فادتش، وما دام انه النصائح ما فادوش، وما دام انه يعني الحالات والشهادات والصور الصادمه ما فادتش، فكل هذا يعني ما فادش مع بعض الجزائريين. فالواجب انه الواحد يعني يخرج، هو تولي تخرج مصالح الامن لضبط المخالفين. نروح نستقبل اتصال اخر معنا من ولايه شلف، والاخ محمد. مساء الخير محمد، اليوم الكل متصلين. الحمد لله يا ربي. انت بخير؟ كيفاش الاحوال عندكم العاصمه؟ الحمد لله يا ربي. محمد انا مع الحجر المنزلي. الحجر المنزلي، انت والد اسره؟ انا والد اسره. الله يبارك. الاولاد ديالك كامل راهم قدامك في الدار؟ انا المتعرف في جيبي. قل لي محمد، انت يعني التزمت بالحجر المنزلي انت وافراد الاسره تاعك، لكن ما كاش كاين جزائريين يعني ما حبوش يقتنعوا بهذه الفكره، في رايك يعني وشنو هو الان الحل معاهم هؤلاء مع هذه الفئه؟ ان شاء الله نقولوا ان شاء الله يتوعوا مع التوصيه تاع الدوله، ما نقولوا ان شاء الله واش راح دير. احنا الحمد لله رانا قوات الامن راهي واقفه الشعفان شويه، راه كما اليوم البارح واليوم راه الناس قبضت الديارة ماهيش كما بكري. يعني في ولايه شلف، واش من المدينه لك فيها اكزاكت في شلف؟ انا من مدينه ابو الحسن. ابو الحسن. الله يبارك. قل لي المنطقه هذيك كيفاش راك انت عايش؟ في حي سكني يعني دي باتيمون ولا دي ميزون؟ انا حي ارضي. يعني الناس راه ما الحمد لله الناس ماهيش تخرج اولادها برا، ما تشوفش. لا ما كانش الاولاد حاجه قليله، ماهيش جميل. ماهيش حاجه تاع جميل. قل لي محمد، في الحجر المنزلي واش راك تقضي في اوقات الفراغ تاعك؟ يعني واش راك دير نهار كامل؟ مع التلفزيون مع الاولاد، كان لي شويه يراجعوا الاولاد. تخي جميل. يعني مع شغل تاع الكوزينه. لا شويه ما نقضيش، ما ندور شويه. ما تدورش شويه، قلنا ما تدورش يا خويا، روح شري وشري. قضي ولي. من الحانوت السلام عليكم، اعطيني ديك الحاجه انا عاد ولي، والله مونطا 4 ساعة. معليش يا اخي، ربي يقدرك ان شاء الله. نشكرك. يقدركم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير. ونشكركم، اول مرة هدرت معكم. ان شاء الله ما تكونش اخر مرة. ان شاء الله ما تكونش اخر مرة. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يحفظكم. الله يخليك. شكرا لك محمد. المرضى ان شاء الله. امين يا رب. امين ان شاء الله. شكرا جزيلا للاخ محمد. ان شاء الله ربي يبارك فيك. السلام عليكم. سلام. شكرا جزيلا للاخ محمد من ولايه اشرف. نعود ونذكر فقط الساده المشاهدين انه الى غايه امس، يعني الى غايه صبيحه اليوم، ما سجلناش وفيات جديده، لكن للاسف تم تسجيل هروب شخص من الحجر الصحي بولايه بسكره. لذلك على المواطنين في ولايه بسكره، راهم تم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، اذا شفته لا بلغوا مصالح الامن، لانه هذا الشخص راح يكون خطر
خطر على الصحة العامة، وللأسف أيضا ياسمين انتشار الإشاعات الكبيرة في إصابة الفنانين الجزائريين الكل على مواقع التواصل الاجتماعي. كيلي ما عندوش خبر صحيح، شخصيتان معروفتان اللي هما الفنان حميد عاشوري كان مريض، ولكن داروا صورة ديالو قديمة على ما أظن أنه حميد عاشوري توفي، ولكن هذا الخبر إشاعة وليس صحيح. كذلك الأستاذ سليمان بخليلي يعني قالوا في الحجر الصحي، وإحنا الابن ديالو يعني هو المخرج مخرج مباشر كوفي تايم، هو يأكد أنه الوالد ديالو راه بالصحة جيدة وقاعد في البيت أو في الحجر المنزلي الأستاذ بخليلي أهله داره، ربي يخليه الأولاد إن شاء الله. تحياتنا للأستاذ سليمان بخليلي. نقول لك معليش يعني في كل مرة تطالك الإشاعات، لكن نبقى في الحجر المنزلي، ما قالوا في الحجر الصحي. هي الإشاعات تطال دائما الشخصيات اللي محبوبة أكيد يعني، واللي بالك ظهورها يكون قليل على شاشة التلفزيون، كل مرة يلا باش يشوفوا ردة الفعل ديالها إذا كانت موجودة ولا لا لا يطلقوا فيها إشاعة. ولكن هذه الإشاعة بين قوسين ماهيش مليحة، موت مرض ماهيش إشاعة، بالك حتى تقدر تأثر يعني بشكل صح على العائلة. أكيد على العائلة وعلى الشخص. اليوم أيضا نتحدث مشاهدينا حول تأثير هذا الفيروس اللي يتحول إلى وسواس قهري عند بعض الأشخاص ولو نوضوا يعني ورقدوا بفيروس فيروس كورونا. أيضا نتحدث لماذا عقلية الجزائري، لماذا الجزائري في ذهنيته في عقليته في تفكيره يرفض فكرة الحجر المنزلي رغم أنه الشعب الجزائري مر بتجارب مثل هذه. يعني في وقت الإرهاب كان الكوفروفو الخمسة على العشية كانت الناس كانت في دارها، كانت تدخل البيت وكانت في النهار يا محمد ما تقدرش تخرج بالطريقة اللي تكون فيها يعني حرية مطلقة. أكيد خصوصا يعني في بعض المناطق بلك الأولياء ديالنا والكبار في السن أنه يحسوا بهذا الشيء، ولكن لا جينيراسيون هذه جديده اللي في خيفال شويه تحس باللي الحجر نريح في الدار، ولكن ولا ولا حانوت محلول ولا بارك داتراكسيون محلول ولا كاين الفليزير تاعو كيكون برا، ما كان حتى يعني حاجه يعني برك باش توقف في الزنقه هكذايا وتقعد متكي على الحيط يعني والله غير شيء ما راهوش. ريح في الدار تكسل دير لا تيلي. البارح محمد عطى لكم عطيت لهم نتفليكس عطيت لهم ايجيبات عطيت لكم سيما دوت كوم عطيت لكم كل شيء، عطيت لكم موقع جامعة كامبريدج اللي عطات لكم 200 كتاب تقدروا تطالعوا، عطيت لكم كل شيء. أيضا ياسمين بخصوص يعني هذه تاع الحجر المنزلي، كاين في دول أخرى يعني اللي ما يحبوش يعملوا الحجر المنزلي تم فرض عقوبات. شفنا فيديو في إيطاليا واحد الشخص يعني خرج في الخارج وقال لهم أنا ما ندخلش الحجر المنزلي، فجات الشرطة يعني وتم اعتقاله. واحد المسؤول الإيطالي قال الشباب الإيطاليين قال لهم جدودكم ضحاوا بانهم شاركوا في الحرب العالميه الثانيه، فانتم ضحيوا بانكم تبقوا في بيوتكم في يعني الاولى القعاد في البيت والاكل والشرب والرقاد. السجن المنزلي احسن من السجن الحقيقي. اكيد السجن المنزلي احسن من السجن الحقيقي. وحتى الصوره اللي راهي تبارطاجات على مواقع التواصل الاجتماعي شفتها مفصول، انا كنت بارطاجيتها انه الاريكه تاع المنزل ولا لا قدر الله يعني الله يعافينا كامل سرير المستشفى، قال لك انت ليك الاختيار لا يعني اريكه المنزل ولا سرير المستشفى. لا اريكه المنزل ونشوف المطلع.